السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. نهار جديد وفيديو جديد، كنبارك لكم العواشر كاملكم، كلشي كنقول لهم مبروك عواشركم، وكنتمنى من عند الله يدخل علينا هذا الشهور المبارك ان شاء الله يا سيدي يا ربي على خير وبخير، شهر شعبان ورمضان، ويوصلنا ليه كاملين المسلمين. المهم البنات، جيت هذا النهار نشارك معكم واحد الاكله شعبيه اللي كيديروها جميع المغاربه، غير كل واحد والطريقه باش كيديرها، وانا بغيت نشاركها معكم المبتدئات، الناس اللي ما كيعرفوش. البنات كاينين اللي ما كيعرفوش يقادوا الكرعين واللوبيا. انا غنصايب لكم الكرعين مع اللوبيا. الاغلبيه ديال الناس كيديروا الكرعين بالحمص، وانا غادي ندير لكم الكرعين باللوبيا. البنات هاد الكرعين باللوبيا كيجيو زوينين وما تشبعوش منهم، بحالهم بحال الحمص. وواحد الاضافه بغيت نشاركها معكم حتى هي، ها هي البنات، هاد اللوبيا هادي انا راها ديجا مفزكاها، كنفزكها في الماء وكنديرها في الفريغو، راه بحالها بحال الحمص. البنات فزكوها وديروها في الفريغو، وقت ما احتاجيتوها كتجبدوها وكتطيبوها بلا ما تبقاو لا خصني نسيت ما فزكتها لا بلاتي حتى نفزكها. لا البنات، غير شدوا اللوبيا ديالكم بيتوها فازكه في الماء بارد وصفيوها الصباح وديروها في الفريغو ديالكم، وراه كطيب دغيا دغيا وكتجي زوينه. المهم البنات، هذه اللوبيا ديالي ها هي، غير انا اللوبيا ما غاديش نلوحها مع الكرعين، غادي نوريكم الطريقه. هادو الكرعين ها هما، عندي الكرعين الكبارين ها هما، شفتوهم ها هما، يعني انا درت لهم على شكل الملوجه، قطعتهم صغارين. صافي غادي نحتاج مطيشه، انا كيتعجبني فيهم مطيشه. غادي نحتاج واحد البصله، نص بصله ولا نص بصله، انا درت نص بصله هنا حيت عندي بصله كبيره. غادي نحتاجو الثومه والربيع، غادي نحتاجو السكنجبير، البزار، الخرقوم، شويه ديال التحميره. انا كيعجبني ندير فيها شويه ديال التحميره حيت تنبغي داك اللون ديالهم يكون احمر، ما كنبغيش داك اللون ديالهم يكون صفر. غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت، ها هو تقدى، يعني عينك ميزان، كل واحد وكي كيدير الزيت ديالو. وغادي نحتاجو الملحه، غير الملحه البنات انا راه ما كنديرهاش من الاول، هذه واحد المساله عندي انا ديما كنطبقها، بغيت نشاركها معكم كاع الحاجه ديال القطنيات. انا ما كنديرش فيها البنات الملحه من الاول، كنطيبها حتى تطيب لي النص طيبه ونشوف دخل معها الطياب، عاد تندير ليها الملحه. الملحه ما كتديرها باش ما تحجرش ليا وطيب ليا. صافي البنات، شنو غادي ندير؟ كلشي كنديرو انا في دقه واحده. كنجيب الكرعين ديالي كنديرهم هنا، كنحطهم هنايا، غادي ندير لهم البصله ها هي، غادي نضيف لهم البصله ديالي حتى هي. كلشي كنديرو انا دقه واحده البنات. غادي ندير الربيع والثومه، ها هما كيجيو رائعين البنات والله العظيم، غير جربوهم. راه هاد الاكله كيبغيوها الناس بزاف في الشتاء والبرد، كيديرها شحال من واحد تتعجبو. غادي نزيد مطيشه ها هي، كاين اللي كيقول لك عاوتاني مطيشه كتحنجر هذا الشيء، ولكن بالعكس لا، مطيشه راه ما كتحنجرش البنات الكرعين، غير كل واحد وكي كيديرهم. غادي نلوح العطور ديالي كاملهم بواحد المره، ها هما، يعني باش كتجي زوينه هذه الماكله هذه. غنزيد الزيت بعدا، هي الاولى نضيف الزيت باش زوينه هذه الاكله هذه، راه كتضيفي لها كلشي وكتشعلي ليها كتمشي. انا بعدا غادي نقليها، انا غادي نشعل ليها باش تقلى، ها هي كنقلي البنات مطيشه ديالي، وكنقلي البصله. المهم كلشي حتى تيهبطوا ليا دوك مطيشه وديك البصله كتهبط ليا، عاد كنضيف الماء وكنسد وكنسد عليها وكنخليها. انا بعض المرات كنديرها على الفخر وكنخليها كطيب بالليل، كتجي رائعه البنات. صافي غادي نسد على الكوكوت ديالي، ندير ليها المراق ديالها، المراق كل واحد والقياس ديالو، يعني تقريبا انا غادي ندير هذه، هذه القرعه ديال الماء ها هي، هذه غادي نعمر، هذه غادي نكبها فيها، وغادي نخليها كطيب ليا، يطيبوا ليا الكرعين ديالي، نحس بهم طابوا ليا الكرعين ديالي مزيان، يطيبوا حتى يطيبوا، ماشي بزاف بزاف، غير شويه، عاد نضيف لهم اللوبيا، حيت اللوبيا حتى هي كطيب دغيا، يعني الكرعين كيهزوا شويه ديال
ديال الطياب على اللوبيا، الا لحتيها عليهم من الاول معاهم راه غادي تترفس لينا اللوبيا وما غاديش يجينا الطبق كيف ما بغينا. اللوبيا والملحه غادي نخليهم حتى يبداو يطيبوا لينا الكرعين، يطيبوا مزيان، وديك الساعات نضيفوا لهم اللوبيا ونضيفوا لهم الملحه ونخليهم كيطيبوا حتى الاخير عاد كنخليو نحيدوهم. صافي البنات، هذا هو الطبق ديال هذا النهار، الكرعين باللوبيا. الاغلبيه ديال الناس كيديروا الكرعين بالحمص، انا لا، هذا النهار درت لكم الكرعين باللوبيا، يعني مختلفين على الكرعين بالحمص. كل واحد وكي كيديرهم، وكل واحد الطبق كما كيقدمو، كل واحد يعني الطريقه باش كيديرها، كل بلاد من بلاد لبلاد كتختلف هاد الاكلات هادو، من بلاد كل بلاد وكي كيطيبوا. هذاك الشيء علاش البنات انا بغيت نشارك معكم هذا الكرعين باللوبيا باش تشوفوهم، واكله زوينه وصحيه وكتبقى في هذا البرد زوينه، والحاجه ديال الحديد راه زوينه، الكرعين راه فيهم الحديد حتى هما. صافي البنات، هذا هو الطبق ديال اليوم. غادي نخلي الكوكوط ديالي حتى تشحر مزيان ونمرقها، غير تشحر لكم البنات الكوكوط حيت تشحر مزيان، كبوا عليها الماء صافي وسدوها وخليوها كطيب، وعاد حتى تشوفوا داك الكرعينات ديالكم طابوا مزيان، ماشي ميت طابوا مزيان شويه، وزيدوا الكرعين واخا يطيبوا اللي طابوا البنات راه ما تخافوش منهم، يعني ما غيوقع لهم حتى شي حاجه. غنجيو نزيدوا لهم اللوبيا ديالنا صافي، وغادي نخليوها حتى هي كطيب، يعني ساهلين في الطياب دغيا كيوجدوا. صافي البنات، انا غادي نشحر الكوكوط ديالي ونرجع لكم. صافي البنات، انا شحرت الكرعين ديالي، ها هما، انا بغيت نوريكم مرحله بمرحله باش تشوفوا الطريقه كاملها باينه. ها نتوما انا شحرتهم حتى هبطت ليا ديك البصله ومطيشه، دابو يعني ما بقاوش كيف ما كانوا، يعني كيهبطوا كينزلوا. صافي دابا حيت شحرت هاد الكرعين ديالي، سمحوا لي راه عندي هاد الكوكوط كبيره، وانما هي اللي عندي كطيب مزيان، عندي وحده صغيره ماشي بحال هادي. صافي ها نتوما، ها هما الكرعين ديالي هنايا، اشنو غادي ندير. واحد الملاحظه البنات اللي بغيتكم ضروري بالنسبه للمبتدئات اللي بحركه يعرفوا يبغاو يصايبوا الكرعين، الماء ديروه بواحد المره، ما يمكنش ليكم تبقاو ديروا شويه الماء وتعاودوا شويه وتعاودوا ديروا شويه الماء، لا، غادي نديروا الكرعين غادي نديروهم مره واحده. اش غادي نشدو، غادي نديروا الماء، المرق ديالنا ها نتوما داكشي اللي غادي يهز لينا الطياب، ماشي مشكل واخا توفيو الماء في الكرعين ما خفتو منهم والو. ها نتوما انا درت دابا المرق ديالي ها هو، ولكن واخا هكاك انا بان ليا خصني نزيد واحد شويه مازال على ود باش يطيبوا ليا بواحد الخطره ما يكونوش ليا باسلين. ها نتوما شفتو تقريبا واحد لتر ونص، حيت الكرعي الكبارين راه ديما كيهزو الطياب. وما تنساوش غادي نديرو معاهم اللوبيا مازال حتى هي كتهز شويه ديال الطياب. صافي هذا هو القياس ديال المرق ديالي اللي درت، ها نتوما شفتوه. صافي الاخوان، هذا هو الطبق ديال الكرعين، هذه هي الطريقه ديالو باش كيطيب، وتقدري ديريه تقدروا تصيبوهم كاملين هكا بالليل وتعلوهم جمر ديال الفاخر وتحطوهم على الفاخر، الصباح كيصبحوا لكم طايبين. لو كان كنحمص غادي نديرو الحمص دابا معاهم ونخليوه، ما عندناش حتى شي مشكل. صافي البنات، لحقاش كيما قلت لكم كوكال الحمص غنلوحوه مع الكرعين ماشي مشكل، حيت تيطيبوا دغيا دغيا، يعني كيجيو في الطياب هما هادوك. اما اللوبيا لا، اللوبيا غادي نخليوها تيطيبوا لينا الكرعين نص طياب، وعاد غادي نضيفوا لهم اللوبيا ان شاء الله. صافي البنات، هذا هو الطبق ديال الكرعين باللوبيا، غادي نديرهم يطيبوا حتى يطيبوا، وغادي حيت نبغي نرد اللوبيا غادي نوريها لكم، وها نتوما معايا. صافي البنات، انا رديت اللوبيا ديالي كطيب، سمحوا لي انا رديت الكرعين ديالي كيطيبوا. وكما قلت لكم الحاجه اللي هي ضروريه انكم ما ديروهاش، ما ديروش اللوبيا مع الكرعين دقه واحده، خليوا الكرعين ديالكم حتى يطيبوا على الاقل بعد واحد نص طيبه، عاد لوحوا لهم اللوبيا ديالكم وعاد ضيفوا الملحه صافي، وخليهم حتى يطيبوا، وراه غادي يجيوكم رائعين وما تشبعوش منهم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى يعجبكم، واللي عجبو يدير ليا اللايك وابوني، وكنشكر الناس القدام والناس الجداد اللي كيدخلوا عندي القناه، كنقول لهم مرحبا بكم في قناتكم وقناتي قناه منى فلوغ، كنقول لكم مرحبا بكم، وكنشكركم بزاف بزاف الناس اللي كيخليو لي تعاليق زوينين، والناس اللي كيدخلوا عندي وكيشوفوا الفيديوهات ديالي
ديالي، كنقول لهم شكرا ومرحبا بكم في القناة ديالي. راه هاد القناة هي قناتكم، الا ما كانتوش نتوما ما غاديش تكون هاد القناة. وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وتبارطاجيوه وديروا ليه لايك وابوني. لايكات البنات ما تنسونيش من اللايكات، الله يجازيكم بخير. لايك 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 لايكات وبارطاجيوه وصافي. باقي ليا طبق ديال التقديم غادي نوريه لكم، طيب ليا اللوبيا ديالي ونشاركه معكم. والى فيديو قادم ان شاء الله، وغادي نشارك معكم مازال فيديو الطبق ديال التقديم. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. هادو هما الكرعين ديالي، ها نتوما هما طابو، شوفوهم كيفاش جاوا. ها نتوما شوفوهم كيفاش جاوا في الطياب، شوفو ها شفتوهم كيفاش دايرين. ها هي اللوبيا، شوفوها. راه كاين اللي غادي يشوفني لحت اللوبيا هكاك غادي يقول لك لا راه ما غاديش طيب. ها نتوما ها اللوبيا ديالنا، شوفوها كي ولات. راح تفزقوها البنات وديروها في الفريغو، راه كتجي رائعه دغيا كطيب. صافي، هذا هو الشكل ديال الطبق ديالي النهائي. كنتمنى تحضروه ويعجبكم، وراه كيجي رائع وزوين البنات، وما تشبعوش منه. وخصوصا بالنسبه للناس اللي عزاز عليهم اللوبيا وعزيزين عليهم الكرعين، ها هو الطبق ديال اللوبيا والكرعين. كنتمنى تجربوه وراه غادي يعجبكم. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.